بسم الله، يعطيك ألف عافية. اليوم رح نحكي عن الأبر ليمب، محاضرة دكتور أمل أخير. هلا بداية إحنا هون، هاي المواضيع اللي رح تشرحها دكتور أمل سلايد، تمام؟ هاي محاضرات رح تاخذوها. إحنا اليوم رح ناخذ أول محاضرة اللي هي الانترودكشن والبكتيرال ريجيوم والبريست أند البكتيرال ماسترز أونلي، أوكي؟ هلا بحكي لكم بداية، بدنا ناخذ شوية يعني مصطلحات وتعريفات. بداية بحكي لك واتش ذا ليمب. احنا بنعرف الليمب اللي شو هو الليمب، معنى اخر طرف. احنا بنعرف في عنا طرف علوي وطرف سفلي، يعني في عندك كم طرف؟ اربع اطراف، اثنين هم اللي هم التو ابر والتو لور، الايدين فوق والرجلين تحت، تمام. هلا بداية بحكي لك الابر ليمب هو عبارة عن مالتي جوينت، سوري وين راحت هاي، مالتي جوينت ليفر ذاتس فريلي موفبل اون ذا ترانك. هلا بداية شنو مقصود بالكلمة هاي؟ مقصود فيها كالآتي. هل إحنا بنعرف اللي هو يعني اللي أخذته بالأشياء بالهندسة، بتكون في عندك هيك زي إشي بالنص يعني حديدة، ويكون في عندك كون شو اسمه إشي مسطح، حديد مسطحة مستلقية عليها. هلا أي ستراكتشر بكون يعني ريست أون ستراكتشر ثاني إحنا بنحكي له ليفا، أوكي؟ هسا المقصود فيها إنه بحكي له كون شو يعني إنه الأبر ليمب، هون الأبر ليمب بكون عامل ريست على إيش اسمه الترنك. شو هو الترنك؟ هاي الترنك، الترنك المقصود فيها اللي هو خلينا نحكي لك السنترال بارت اوف ذا بدي، او خلينا نحكي الكور اوف ذا بدي، حلو، يعني الجزء الاوسط، او معنى اخر بالعربي بنحكي له الجذع، حلو. هو الترنك مش مطلوب منكم، لكن مثلا شو بحكي الترنك او من شو مكون؟ بقدر احكي انه مكون مثلا من التشست، حلو، مكون من الابدومن، مكون من الانترنال اورجان زي الهارت اللنج وما الى ذلك، حلو. بس اهم نقطه انه الابر ليمب، ابر ليمب مش تابع للترنك. احنا بنحكي انه الابر ليمب عامل اتاتشمنت مع الترنك، او مثلا شو بنحكي انه عامل ريست اون ذا ترنك. بس يعني صراحه بس عشان افسر لكم ايش مقصود بالجمله هاي، مش مهم كثير. هلا بنعرف الشغل، احنا هون بنعرف اسمه البروكسيمال والديستال، اي ثينك خدتوها بالتير. البروكسيمال بارت هون نحكي لكم البارت بكون القريب للبدي، يعني مثلا اسلم اجي اقارن هاي ارم هاي فور ارم، يا البروكسيمال بنحكي الارم هو البروكسيمال. طيب الهاند نفس النظام، الهاند بنحكي تعتبر ديستال للارم او ديستال للفور ارم، ماشي. طيب لو جيت مثلا جيت احكي والله هاي الهاند الابر بارت اوف ذا هاند او لور بارت اوف ذا هاند، شو بنحكي؟ انه الابر بارت اوف ذا هاند هو اللي يعتبر بروكسيمال مقارنه باللور بارت اوف ذا هاند، ماشي. بس هاي عشان نفهم احنا، اذا حكينا ارم او مثلا نحكي هاي الابر ارم الفور ارم هون الهاند. هلا بدايه بنحكي عن البيكتورال ريجن، بحكي عن البيكتورال ريجن انا قاعد بحكي عن شغلتين، بحكي عن عضلاتهم اول اربع عضلات، وبحكي عن البريست، ماشي. هسه عشان احنا المسلز ما ننساهم، في عندنا فور مسلز اللي هم 2S 2P. اول شغله كلمه البكتورال ريجن، حلو، هاي كنايه على كلمه البكتورال، اي كنايه على عضله كبيره اسمها البكتورال، اللي اسمها البكتورالس ميجر، تمام. فبالتالي احنا في عندنا اول واحده، اول حاجه يعني كثير سهل يعني نحفظها، يعني جاك سؤال شو هم المسلز اوف ذا بكتورال ريجن بامكاني بسرعه احددهم. اول واحده حكيت تشبهها اسمها البكتورالس ميجر، والثاني واحد اسمها بكتورالس ماينر، والتو اس اللي هم ستراتس انتيرير وسبكليفن مسل، اوكي. هل احنا صراحه عشان نقدر يعني ننساه يعني نحفظه ما ننساهم، احنا بس مجرد يعني ندرس كل واحده فيهم ونعرف وين شكلها او كيف شكلها وين واقعه. لما جينا انا كسؤال مثلا جاني ام سي كيو كويستشن، خلاص جاني اول خيار سبكليفن، باجي بتذكر شكلها وين جايه، والله عن جد هي تابعه للبكتورال ريجن، زي هيك يعني امر كثير سهل. هلا ثاني ستراكشر بنحكي عنه هو البريست، بس بدايه رح نبلش بالبريست. هلا البريست بدايه دكتوره شو بتحكي؟ البريست all though strictly speaking are not anatomically part of the upper limb. شو مقصود فيها؟ المقصود فيها بحكي لك صحيح انه البريست تابع للبكتورال ريجن، لكن ما بقدر اعتبر انه تابع للابر limb، لانه هو وين جاي؟ هو جاي على anterior chest wall، بس هاي مقصود فيها. هلا بحكي لك they are present in the both sex. احنا بنعرف اكيد البريست موجود بالميل وبالفيميل، وشكل البريست عند الميل وشكل البريست عند الاماتشور فيميل او الفيميل لسه ما صارت ادلت بكون ذا سيم، من ناحيه شكل البريست من برا، من ناحيه السايز، وحتى من ناحيه الستراكشر اوف ذا نيبل، اوكي. هلا بحكي لك الادلت فيميل the breast has the mammary gland and the subcutaneous tissue. اذا التو ثينجز موجودات عند الادلت، عند الادلت فيميل بريست، شو هم؟ الميموري جلاند بين قوسين اللوبيولز، اوكي، والشغله الثانيه اسمها subcutaneous tissue. هلا اللي بيخلي يحدد حجم البريست وشكله، انه والله مثلا هذا بريست كبير او صغير، اللي هو شيء واحد اسمه subcutaneous tissue،
تمام، بس هاي مقصود فيها. هلا بحكي لكم انا دكتوره يعني عامل اكثر واكثر عم تحكي اكثر عن البريست. بتحكي لك البريست اول شغله يعتبر اكسسوري اورجان للانتجمنتري سيستم اللي هو جهاز جلدك انه اسمه حلو. احنا بنعرف البريست شو وظيفته، برودوس اند سيكريت الميلك، سيكريت الميلك. هلا بحكي لك من ناحيه مستويات للبريست وين جاي واقع بين السكند ريب اند سكس ريب ماشي. والليفل اوف ذا نيبل، ليفل اوف ذا نيبل وين جايه على سنتر اوف ذا بريست. هاي هي النيبل عشان ما ننساها، شايفين كيف هاي النبل تمام. هلا بحكي لك وين جاي النبل على الرب نمبر 4. صراحة هاي يعني الكلمة مش كتير اكوريت، انه مثلا ممكن تكون فيميل، مثلا فيميل ساتها يعني عمرها 20-24 سنة يدوب 30 سنة، بكون في عندها مثلا النبل اوكي على الفورث رب، لكن مثلا واحد مخلفي بيجي 6-7 راح يكون للرب على راح يكون نبل على الرب نمبر 4 اوف كورس نوت. راح يكون ايش عامل شو صار بالبريست اني اوريدي حصل له يعني ديبرشن، فراح يكون مستوى النبل اقل من الارف يعني الفورث رب تمام. هلا بحكي لكم ان ايتش بريست يعني البريست لازم يكون بيحتوي على اقل شيء 20 ميموري جلاندز برودوس الميلك تمام. الميلك فلو ثرو ذا كورسبوندينج لاكتيفرس داكت. شوين خلينا نشوفهم. هلا بحكي لك هذول هم اسمهم ايش، هذول شو اسمهم الميموري جلاندز، بين قوسين شو حكيت اسمهم اللوبيول كونتينج الفيولاي، ما علينا. هذول هم الميموري جلاندز، جلاندز مسؤولات عن انتاج عن انتاج الملك تمام. هلا بحكي لك هاي اول نقطه خلصت منها، لازم البريست بيحتوي على اقل شيء 20 ميموري جلاندز. هلا بحكي لك الملك بمر من خلال ايش اسمه اللاكتيفرس داكت. هلا صراحه في ايش اسمه الميموري داكت، دكتور مش مترقى له يعني مش مترقى له، ما علينا منه. ما يعني المفروض هاي الداكت، الداكت انه يعني معنى اخر انا صراحه عند شوي توسعت فيها انه الميموري داكت هي بتكون الداكت اللي توها طالعه من الميموري جلاندز، لكن اوريدي الميموري جلاندز الميموري داكت قصدي راح تصب بدكت ثاني اسمها لاكتيفرس داكت اللي هي نفسها راح تفتح لي بالنبل اوكي. اذا جاك سؤال النبل هي عباره عن شو، بتحكي له الدكتور هو عباره عن كوليكشن لللاكتيفرس داكت ماشي. بس يعني لاكتيفرس داكت هي اللي بتفتح على النبل، عشان نريح حالنا من الموضوع هذا تمام. هاي الملك بحكي لك الملك مخزن بايش اسمه لاكتيفرس سانسس. هلا كلمه سانسس بالاناتومي شو معنى، معناها كافيتي. هلا كثير تسمع بالعربي شيء اسمه والله مثلا واحد في عنده جيوب، حلو شو مكتوب جيوب مثلا، او شو جيوب هي عباره عن كافيتيز موجوده جوات مثلا على سبيل المثال الماكسيلري بون، واي ثينك خذتوها بالمحاضره النيرف بالتيرم حلو، انه اشي في اشي اسمه مثلا والله ماكسيلا بون وفرونتال بون وما الى ذلك. مثلا ما انا اجي احكي على سبيل المثال انه ماكسيلاري ساينس شو مقصود فيها، كافيتي وذن الماكسيلاري بون تمام. بس يعني عشان نعرفها. هلا بحكي لك وين راحت. The subcutaneous tissue they are a suspensory ligament of the breast to maintain the shape of the breast. المقصود فيها عشان يكون الشكل البريست زي ما هو معتاد عليه هذا الشكل الطبيعي، في يعني في اشي ligament اسمها suspensory ligament او بين قوسين اسمها الكوبرس ligament. هاي الligament شو وظيفتها او شو شوف شكلها، هاي الligament شو تلاقيها شادة لهناك شادة، هاي الشد تاعها خلت شكل البريست بهذا هو نحكي له هيميسفيريكال شيب. يعني معنى اخر صراحه لول هاي لول هاي الكوبر سيجمنت راح تلاقي البريست نازله تحت من الاخر يعني. بس هاي كل مقصود فيها. هلا بحكي لك الاريولا، شو الاريولا؟ هاي منطقه هنا نحكي البيجمنتد اريا اراوند ذا نيبل اوكي، بتكون موجوده بالسنترال بارت اوف ذا بريست. هاي الاريولا شو يعني شو وظيفتها؟ بتطلع عندنا بكل بساطه اويل سيكريشن. هاي اويل سيكريشن على حسب حكي الدكتوره بتحكي لك شو بتعمل، بتساعدنا ديورينج اللاكتيشن. هي صراحه شو وظيفتها؟ مش عشان تساعد الطفل عشان يرضع، لا مش هيك. هي صراحه وظيفتها اكثر شيء بتكون حمايه للبريست تاع الام. يعني مع ان صراحه لو ما في عندك هاي منطقه الاريولا، لو مش موجود هالمنطقة راح تلاقي انه مثلا والله الفيس تاع البيبي خلال عن لما يجي يرضع من الام تلاقي انه يصير في عندك زي الاحتكاك ما بين مثلا والله وجه البيبي وما بين وجه الام، ما بين سوري وجه البيبي والبريست تاع الام. فربنا خلق هاي المنطقة والنتوءات اللي فيها هي مسؤول عنها تطلع لنا السكريش اسمه الاول سكريش، بس عشان تحمينا البريست من قصة الاحتكاك وما الى ذلك تمام. هلا من ناحيه بلاد سبلاي للبريست لازم نعرف شغله، الارتريز الارتريز والفين. الارتريز في عندك 3 مين ارتري، فيرست وان كولد انترنال توراسيك ارتري نحفظه، الثاني اسمه انتركوستال ارتري حلو ارتريز، وثالث واحد اسمه الاكزيلير ارتري. هلا
هذول الثري مين ارترز. لكن مثلا الانتيرس ارتر هل نفسه راح يروح يعني راح يروح يغذي البريست؟ اوف كورس نوت. فيك في عندك برانش اسمها بيرفوريتك برانش، تمام خلصت منها. طيب الانتركوستال ارترز، طب اي عمي ماشي انتركوستال ارترز، طب اي واحده فيهن؟ طب احنا في عندنا الريب، اوكي، وكل ريب مش مثلا اسمها فينك والله فيرست ريب وسكند ريب، اوكي، هل ما بين الفيرست ريب وسكند ريب فينك اريا شو اسمها؟ انتركوستال اريا، حلو خلصت منها. هل هذيك المنطقة في عندك لازم يجي في عندك ايش هناك شريان يغذي هذيك المنطقة؟ فمنطقيا لما اني اجلك هذا السؤال احكي لك which intercostal artery بتعمل supply للبرست، منطقيا شو من الرب اصلا الواقع فيها البرست؟ شو من الرب؟ حكينا from second rib to the sixth rib، اوكي، فبالتالي الانتركوستال artery شو راح يكون؟ from the second intercostal artery to the sixth intercostal artery. معلوم هاي الكم في جهة تحفظوها، انا دكتورة صراحة اسئلت بس من سلايدات خلصت منهم. نيجي على ثالث اشي اللي هو اسمه الاكزيلري artery. الاكزيلري artery بعطينا two main branch، يعني برانشات محترمة خلينا نحكيها برانش محترمه سوري. فيرست وان كود لاترال ثوراسيك ارتري وسكند وان كود ثراك اكروميال ارتري. هاي لاترال ثوراسيك ارتري، حلو، لاترال ثوراسيك سوري هاي ثراك اكروميال ارتري وهاي لاترال ثوراسيك ارتري. صراحه مش راضي اتوسع واجيب لك صور الها لانه مفروض لكم محاضرات عن البلد فيزل وعن وما الى ذلك الابر لم كامل، تمام. هلا بخصوص الفينز بحكي لك الفينز كورسبوند تو ذا ارتري، شو مقصود فيها؟ يعني كل اسم موجود عنده artery حط بداله vein، يعني في عندك إيش اسمه internal thoracic vein وإيش اسمه intercostal veins وإيش اسمه auxiliary vein، تمام؟ هاي مقصود فيها نفس الاسم. هلأ بحكي لك هنا هاي شايف الصورة بتضحك أكثر وأكثر من ناحية blood supply. هاي auxiliary artery، هاي في عندك branch منه طال اسمه lateral thoracic artery، وقلنا second branch اسمه thoracoacromial artery، وحكينا في عندك إيش اسمه internal thoracic artery، تمام، وحكينا intercostal. هلا بحكي لك البريست قسموه الى فور كوادرانت، عندك تو ابر اند تو لور. هلا احنا بنعرف انه البريست دائما وابدا في له زي التيل من اخر ذيل، شو اسمه اكزيلاري تيل. شنو اكزيلاري تيل؟ يعني تيل بكون رايح منطقه الاكزيلا هي منطقه الابط خلينا نحكيها، تمام. هلا يعني احنا منطقيا منطقه الاكزيلا شو راح تكون؟ هي اللترال دائما، عندما منطقه الاكزيلا شو راح تكون؟ هي اللترال. فبالتالي هذا نحكي له سوبير لترال، هاي اسمه inferior lateral، هاي اسمه superior medial، وهاي اسمه inferior medial. طب هاي شو بهمنا quadrant؟ بتهمنا بالlymph drainage. نشوف الlymph drainage. هلا بحكي لك الlymph drainage of the breast، ماشي. lateral quadrant إلو lateral quadrants هاي وهاي، هذول أول اثنين بحكي لك بروحوا على إشي اسمه auxiliary جروب او شو بحكي لهم بيكتورال جروب اوف نودز، وركزوا على كلمه اكزيلري، ماشي. بحكي لك هاي جايه وين واقعه؟ بحكي لك جايه جاست يعني بوستير تو ذا لوور بوردر اوف ذا بيكتورالس ميجر مسل، في مسل اسمها بيكتورالس ميجر مسل. هاي هي عشان انا احدد وين هاي البيكتورال جروب او الانتيريور جروب، بحكي للمريض ارفع ايدك لفوق 180 درجه، حلو، وانا بحس بقدر احس من خلالها، يعني بقدر انا احس اللي هي اللور بوردر، هاي اللور بوردر اوف ذا بكتورالس ميجر هي جايات وراها بوستير لها، ماشي. بس هاي مقصود فيها. اذا حكينا لاتر كوادرنت بتروح على الاكزيلر جروب، هاي اكزيلر جروب، او بين قوسين نحكي للبكتورال جروب. هلا بحكي لك الميدل كوادرنت إلها تو مينلي بتروح على شيء بنحكي له انترنال، ايش اسمه انترنال ثوراسيك جروب، ماشي. يبقى هاي بتكون وين موجودة؟ تاني ثورسيك جروب اوف ذا نود، بتكون موجودة يعني صراحة ماشي مع الانترنال ثورسيك ارتري، هياتهم 1 2 3 يعني وما الى ذلك. هسا في عندك كمان جزء كثير قليل بروح على البوستيرور انتركوستر، بكون ماشي مع البوستيرور انتركوستر ارتري، وهنا بكون في عندك ايش اسمه بوستيرور انتركوستر نود، ماشي. هسا سوري انا كثير بحكي ماشي بس يعني لا اراديا، هاي اسمه posterior intercostal node. إذا حكينا في عندك few lymph vessels بتروح على posterior intercostal node. هلا بحكي لك هاي وين جاية، situated along the course of the posterior intercostal artery. طيب هلا بحكي لك some vessels communicate with the lymph vessels، أو أقول لك انسوا الجملة هاي، انسوا ليها شوي. بس إحنا لاحظنا ثلاث شغلات هسا، إنه اسمهم posterior intercostal node مشابهة لل intercostal artery أول نقطة، وحكينا في إيش اسمه internal thoracic group مشابه لل internal thoracic artery، يعني قاعد بحكي كأسماء يعني هي نحفظها ناحية ذهنيا، وإيش اسمه anterior axillary group مشابه لإيش؟ للأكزيلاري artery. فإحنا دخلت نعرف ثلاث شغلات،
اذا انا حفظت هذول الثري مين ارتري بكون حفظت الثري مين فينز وبكون حفظت الثري جروب اوف ليمف نودز صراحة. يعني هيك بتكون احنا لخصنا حالنا بكثير اشياء يعني سهلنا حالنا. هلا بحكي لكم سم فيزل من هاي البوستيرير انتركوستال يعني هاي شو اسمه الليمف نودز بكون في عندكم بعض فيزل عامل كوميونيكيشن مع الجهة الثانية. شاش بحكي لكم سم فيزل كوميونيكيت وذ الليمف فيزل اوف ذا اوبوزيت بريست اند وذ ذوز اوف ذا انتير ابدومينال وول. طب هاي شو بتهمنا؟ بتهمنا يا اخواني انه صراحة مرات بكون في عند فيميل معينة بريست كانسر وفجأة يعني مش فجأة يعني بعد فترة زمنية بصير في عندك ميتاستاسيس أو انتشار على الأوبوزيت بريست. شو بكون السبب؟ اللي هو الليمف نود أو الليمف درينج، إنه من ضمن انتقال الكانسر أو انتشاره إيش اسمه اللي هو الليمف درينج. تمام. هلا بنحكي عن البكتورال اسم عن البكت ال عن البكتورال ماسترز شو حكي هم 2P2S. first one اسمها البكتورالس ميجر. بحكي لكم البكتورالس ميجر في إلها 2 هيد. first one called clavicle head and second one called sternocostal head. clavicle head هياته وsternocostal head هياته. طب شو مقصود بكلمة الأوريجين؟ مقصود بكلمة الأوريجين هون أحكيك والله هو الأساس، هو الأساس أو هو مكان اللي يعني اللي راح العضلة لما تعمل contraction تروح اتجاهها. مثلا إذا كانت هاي الأوريجين وهاي insertion العضلة وين راح تروح؟ لهون. الا اذا كانت هاي ثابته ام ثبتها وعملت انقباض تضطر هاي الاوريجين تنزل لتحت. اصلا عندنا فهمها لقدام اذا حكينا في عندنا تو هيد من ناحيه اوريجين او واحد اسمه الميديال هالف اوف ذا فرونت اوف ذا كليفيكل والثاني اسمه شو بحكي لك ستين كوستال هيد. نشوفهم بطريقه كثير احسن. تمام نشوفهم. هاي اسمها ايش حكينا؟ البكتورالس ميجر. اوكي هاي اسمها الكليفيكل حكينا هاي الكليفيكل. مثل ما احنا ملاحظين هاي الميديال بارت. طب هاي اسمها نحكي احنا ايش نحكي الميديال الميديال ثيرد هنحكي الميدل ثيرد اسمها اللاترال ثيرد. فاحنا شو بنحكي تقريبا ماخذ اول نص ماخذ الميديال هالف اوف ذا كليفيكل هاي حكينا اول واحد اسمها كليفيكل هيد. طيب الاسترنو كوستال هيد مقصود بكلمه استرنو كوستال هيد كلمه استرنو related to the sternum. شو الاسترنم؟ هاي وهاي مع بعض نقول بعض. وكلمة costal related شو مقصود فيها؟ للcostal rib. اوكي لان خلصنا من الاوريجين هاي نقاط زهرية تمام هاي مقصود كلمة origin. طيب هلا من ناحية insertion دكتور شو بتحكي لك؟ في عندك lateral lip of the bicipital groove مع deltoid tuberosity. هلا بداية خلينا نشوف insertion ماشي هاي هو الانسيرشن ما عامل انسيرشن على الهيومرس. طيب خلينا نشوف اول شغله اللاترال ليب اوف ذا بايسبتال جروب شو رايكم؟ لا سوري نسيت اكمل عن ستيرنال كوستال هيد. سوري احنا حكينا اذا حكينا ماخذه من ستيرنم مع الابر كوستال كارتلج وبالاضافه ماخذه اوريجين من الابنيروسيس اوف ذا اكسترن اوبليك مسل. طيب شو مقصود بالابنيروسيس اوف ذا اكسترن اوبليك مسل؟ ماشي المقصود فيها كالاتي. هلا كل مصل في لها تندون. تندون بالعربي لها اسم وتر نحكي له. هلا شو من وظيفه الوتر؟ تعمل اتاتشمنت للعضله مع البون نحفظها. في عندك تعمل اتاتشمنت للعضله مع البون شو مسؤول عنها اللي شو حكينا التندون. طيب هلا اذا كانت المصل افلات مصل افلات بدل ما يكون في عندها تندون بكون في عندها ايش اسمه ابنيروسيس. شو الابنيروسيس؟ عباره عن فايبرس تيشو حل محل التندون. بس هلا في مصل اسمها لها اسمها اكسترنال اوبليك مصل حلو ما لها تندن لها ابنيروسز هاي الابنيروسز تاعها راح تاخذها بالابدومن. هاي صراحه هذا هو الابنيروسز وهاي البكتورالس ميجر. مثل ما احنا ملاحظين انه من ضمن الاورجن تاعها عامل اتاتش على هذا الابيض اللي هو الابنيروسز. تمام اذا حكينا الانسيرشن حكينا الاوريجين من ناحيه استيرن كوستال هيد تشغلات الاسترنم والابر سكس كوستال كارتلج والابنيروسيس اوف ذا اكسترن اوبليك مسل. ومن ناحيه الانسيرشن شو بحكي لك ماخذ من اللاترال ليب اوف ذا باسيبتال جروف مع الدلتويد ديبرسيتي. هلا احنا نشوف اول شغله هاي الباسيبتال جروف هاي بنحكي الميديال ليب. طبعا كلمه ليب مقصود فيها الشفه حلو يعني احنا كانسان شو بنحكي له ابر ليب اند لور ليب. تمام فهي مقصود فيها برضه لما احكي لك lateral lip and medial lip. اذا الانسيرشن تاع الدلت تاع البكتورالس ميجر اللي هو lateral lip of the bicipital groove هذا هو. تمام بس وبالاضافه للدلتويد تبرستي. ومن ناحيه نيرف سبلاي بحكي لك الميديال واللاترال بكتورال نيرف. ومن ناحيه اكشن
نشوفهم هلا دكتور. شو بتحكي لك؟ إلها 3 مين اكشن. فيرست 1 اللي هي الادكشن. شوف الادكشن كيف بكون. شوف كيف الادكشن، انك تيجي انت تضم ايد لعندك، تضم الايد لعندك تقربها، هاي مكتوب الادكشن. شايف كيف هاي الاوريجن شدتها لعندها راحت لهون، هاي اول واحد الادكشن. ثاني وظيف إلها بحكي لك هي الفليكشن. نشوف الفليكشن لو كنت تمد ايدك لقدام. طبعا شو مسوي عند الفليكشن توقعاتكم؟ وجه هيد هاي ولا هاي؟ منطقيا اذا شديت هاي لا تسحب هاي لعندي. طب لما اشد هاي، لما شد انا لما خلينا نحكي لك يعني الكليفيكال هيد او يعني الكليفيكال هيد تاع البكتورالس ميجر لما يشد بيعمل لي فليكشن للشولدر، تمام. والثيرد قال والثيرد والثيرد وان شو هي دكتور بتحكي لك؟ الميدال روتيشن. احنا بنعرف ميدال روتيشن، لك انت تلف ايدك يعني ميديالي لجهه الجسم، شايفين كيف؟ هاي مسؤول عنها البكتورالس ميجر. اذا هذول الثري مين اكشن ذا بكتورالس ميجر، خلصت منهم. هلا بحكي لك هون الثاني واحده اسمها، بحكي لك هون ايش هو البكتورالس ماينر. البكتورالس ماينر لها اوريجين، هاي شو من الاوريجين تاعها؟ بحكي لك الثيرد والفورث والفيف ريبس، هاي الثالث وهاي الرابع وهاي الخامس، ماشي. بكون هذا وين الرب؟ بحكي لك باي منطقه من الرب بتكون كلوز للكوستال كارتليج، قريب من الكوستال كارتليج. والنحت انسيرشن وين بكون؟ على الكوراكويد بروسيس. هل انتم اخذتوا اي ثينك البون؟ هذا هو بحكي لك ايش اسمه الكوراكويد بروسيس، وهذا اسمه الاكرومين بروسيس. ما علينا، الاتاتشمنت تاع البكتورالس ماينر شو اسمه؟ الكوراكويد بروسيس، بس عشان نعرفه يعني. النيرف سبلاي بحكي لك الميد البكتورال نيرف اللي هو واحد مشابه للبكتورالس ميجر، لكن الميجر شوف عنده ميدل اند لترال بكتورال نيرف. والناحيه الاكشن للبكتورالس ماينر دكتور شو بتحكي لك؟ تعمل شغلتين، تعمل ديبريشن للشولدر وتعمل درو للريب ابورد اند اوتورد ديورينج ديب انسبيريشن. يعني نشوفهم هسه خلصنا من هاي ماينر، هاي الاوريجن تاعها سوري، هاي الثيرد والفورث والريب، شايفين هايهم، هاي الثالثة وهاي الرابعة وهاي الخامسة من ناحية أوريجين. من ناحية إنسيرشن هاي الكوراكويد بروسيس مش الأكروميون، هاي هي الكوراكويد بروسيس، حلو. ومن ناحية أكشن هاي أول واحدة دكتور شو حكيت لنا؟ حكيت لنا بتعمل ديبريشن للشولدر، هاي أول واحدة. شوف كيف أنا بدي أنزل كتفي لتحت، كيف راح أنزله؟ شوف كيف تل كيف هاي الأوريجين شديتها لتحت، أنا نزلت الكتف لتحت. طب بالإضافة فرض أنا حكيت لواحد أخذ نفس عميق، لا إرادة شو راح تعمل؟ راح تفرد كتافك وتثبت الشولدر تاعك، حلو، وتتنفس. هالجولة ما تنفس، شو عملت أنت؟ ساعدت بعملية الريبس إليفيشن، شايفين كيف؟ تل كيف واحد لما تنفس هذول راح يتوسعوا، الصدر نفسه راح يتوسع ويطلع لفوق، مسؤول عن عملية الريبس إليفيشن اللي هي البكتورالس ماينور. طب بس واحد راح يحكي لي يا دكتور أنت بتحكي لي يا عمي لازم العضلة تروح جهة الأوريجن، صح؟ بس انا شو حكيت قبل شوي؟ قلت لكم الا اذا الانسيرشن انا ثبتته وعملت كونتراكشن وقتها بدها تضطر الاوريجن تروح جهه الانسيرشن، تمام؟ بس هاي خلصنا من تو اكشن تاعت البكتورالس ماينر. طيب حكينا اول واحد الدبريشن اوف ذا شولدر وشفناهم، وحكينا ثاني واحده بالديب انسبيريشن بنفس العميق بصير بالريبس بتروح ابورد اند اوتورد، تمام. هلا بنيجي على الثالث واحد اسمها سب كليفيس مسل، هاي مسل كثير لطيفه وخفيفه. بكل بساطه كالاتي بتحكي لك الاوريجن تاعها من اسمها سب كليفيس، يعني وين جايه؟ يا سوري، من اسمها سب كليفيس يعني وين جايه المسل؟ جاي تحت الكليفيكل، سب يعني سب كليفيكل بون. بحكي لك الاوريجن تاعها وين جاي؟ بالفيرست تريب ات اتس كوستال كارتريج، اوكي. والانسيرشن تاعها وين جاي؟ بسب كليفين جروف ان ذا ميدل ثيرد اوف ذا انفيرير سيرفيس اوف ذا كليفيكل، بالميدل ثيرد، ها بالميدل ثيرد، ما حكيت لا ميدل ولا لترال، حكيت الميدل ثيرد او ذا انفيرير سيرفيس اوف ذا كليفيكل. نشوفه ورا مش حاطه، سوري. طيب ما علينا، هذا هاي من هون عشان اوضح لك اكثر واكثر. من هون لهون نحكي لها الميديال ثيرد، بالنص بنحكي له الميدل ثيرد، وهاي هيك شو بنحكي لها اللاترال ثيرد. هلا الانسيرشن تاع سب كليفيس مسل وين جاي؟ بالميدل ثيرد، هيها في جروف له خدود خاص فيها اسمه سب كليفين جروف، هاي عشان تعمل انسيرشن فيها. والنيرف سبلاي من اسمها النيرف تو سب كليفيس نير، بس. والاكشن تاعها شو بتعمل لك؟ بس بحكي لك لما انا حركة الشولدر بثبت الكليفيكل، بس فقط لا غير،
تمام. هلا اخر مسل اسمه السيراتس انتيرير مسل. هلا السيراتس كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فبالتالي الاورجن تاعها لازم يكون ثمان شغلات. شو ثمان شغلات؟ الابر 8 ريبس. حلو، ماخذ الاورجن من اول ثمانيه، 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام، من هون لهون هاي هم ثمانية ريبس. اوكي، هاي من ناحيه الاوريجن. طيب من ناحيه انسيرشن وين رايحه؟ بحكي لك رايحه على الانتيرير، على الانتيرير اسبكت، على الانتيرير اسبكت اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا انفير انج اند الانفير انج اوف ذا سكابولا. نشوفهم بكل بساطه، تحملوني نتفي بس. هيها هاي استراتس انتير، هاي الاوريجن تاعها، هاي نقاط الزهريه. من ناحيه الانسيرشن تاعها هاي نقطه ايش؟ زرقاء. نشوفها وين رايحه مثل ما احنا ملاحظين. تقريبا فايته، تقريبا فايته على، شايفين كيف هاي السكابولا وصلت لعند حفه السكابولا كامله، طلوا وين؟ لعند الميديال ثيرد، يعني لعند الميديال بارت اوف ذا سكابولا، وصلت للاخر. فبالتالي اجي عند بدي احكي انسيرشن، جاي انتيرير تو ذا سكابولا ولا بوستيرير؟ انتيرير ولا بوستيرير؟ جاي للانتيرير، هاي اول نقطه. طيب ممتاز، لعند اجي من الانتيرير بنحكي لعند الميديال اسبكت اوف ذا انتيرير سيرفيس اوف، او مثلا شو بنحكي له؟ الميديال بوردر اوف ذا انتيرير اسبكت اوف ذا سكابولا. الميديال بوردر، هاي ميديال بوردر، هاي الميديال بوردر اوف ذا انتيرير اسبكت اوف ذا سكابولا بالاضافه لانجل زاويه اسمها انفيرير انجل. هلا السكابولا فيها هون ايش اسمه؟ سوبيرير انجل، الزاويه العليا، وها اسمها الزاويه السفلى. الزاويه السفلى الانفيرير انجل مات انسيرشن للسيراتس انتيرير، بس بكل بساطه. وبحكيك النيرف سبلاي تاعها منطقيه، ما دام الاردن تاعها 8 رب بدها نيرف يكون قد الاردن. شو اسم النيرف؟ لونج ثوراسيك نيرف، بغذيها. الاكشن تاعها لها، شو بحكي لك هون؟ مسؤول عن عمليه البروتروجن للسكابولا وروتيت السكابولا اوت وورد ان ريزنج ذا ارم ابوف 90 ديجري. عجقه شوي، نشوفهم. هاي بحكيك اول واحده اللي هي شو اسمها؟ الريبس اليفيشن، لا مش اليفيشن، هاي الابورد روتيشن. شايفين كيف ابود روتيشن؟ لما اجي بدي ارفع الايد اكثر من 90 درجه، صراحه إن هذا الاكشن تاعها مش دقيق. هل انا لما اجي انا بدي ارفع ايدي لفوق صراحه في اكثر مسل. اول رفعت ايدك الاول 15 درجه لها مسل خاصه فيها، واي ثينك السوبر سبادنس مسل ممكن راح تاخذوها. ومن 15 ل 90 درجه الدلتويد مسل، ومن 90 درجه وطالع اللي هو اسمها السرات، اللي هي اسمها السراتس انتيرير مسل. اذا مسؤول عن رفع الايد لفوق للزاويه، مثلا كانت ايدك 90 درجه، الايد كانت 90 درجه بدي اطلعها لفوق، مسؤول عن هاي العمليه اني اطلع الايد لفوق ارفعها لفوق، اسمها السراتس انتيرير مسل. حلو، بس الدكتوره شفت الدكتوره شو مسميته صراحه؟ بتحكي لك الدكتوره اسمه قال روتيت اوت وورد. روتيت اوت وورد، ايش حكت روتيت اوت وورد؟ انه بتحكي لك الدكتوره قال شايف هاي الميديال، هذا لاترال بارت، هاي لاترال بارت اوف ذا سكابولا طلع لبرا. عشان كده الدكتور حكت لاتر اوت وورد. ممكن انا كمان شو احكي؟ احكي اب وورد روتيشن. بكل بساطه شايف شايفين كيف الابر بارت اوف ذا سكابولا طلع لفوق، عمل اب وورد روتيشن لفوق طلع. يعني نفس المسميات، بتعتمد المسمى تاع السلايد اريح لكم. طيب هلا كمان دكتور حكت في عندك كمان مصل ثانيه، في عندك اكشن ثانيه، شو اسمها؟ سكابولا ابدكشن. ماشي، شوفها دكتور، اللي هي نفسها البروتروجن، هيها اول واحده draw the scapula forward in the boxing. يعني انت بدك تيجي هيك رجعت لورا، رجعت لك لورا، بدك تضرب واحد بوكس لقدام. حلو، شايفين كيف؟ بتيجي هاي سيراتس انتير مصل بتشد هاي الاوريجن تاعها، شد الانسيرشن تاعها لعندها، سد الانسيرشن تاعها، فبالتالي شو عمل؟ بروتروجن السكابولا. اذا بتيجي بدك تعمل بوكسينج، اللي يساعدك بعمليه البوكسينج انك تضرب واحد، اللي هي ايش؟ هي سيراتس انتير، عملت لنا بروتروجن او بين قوسين سكابولا ابدكشن. انسوا الاسم هذا، اعرفوا بروتروجن اوف ذا سكابولا وبس، اريح لكم. الحقتوا الدكتوره، تمام. هاي السيراتس انتيرير برضه، هاي هي تمام. هاي السوليه،
هاي بعض البيزك شولدر موفمنت انتم بتعرفوا، هاي الفليكشن الشولدر، هاي الاكستنشن، هاي ابدكشن، هاي ادكشن، وهاي ميد روتيشن لاتر روتيشن. اي ثينك ما بدكم يعني اشياء كثير بيسك وسهل وما بدها اي شيء. طيب هلا بحكي لكم من ناحيه اشياء، من هيك عن اشياء كثير خفيفه وبسيطه. هاي النورمال يعني ابييرنس للانسان من ناحيه شولدر، طيب كيف؟ سيمتريكال، لا اشي طالع ولا نازل ولا اي نتوءات ولا اي حاجه. هلا مرات بصير في عندك كونتراكشن بالابدكتر ماسلز، بغض النظر شو مكانة المسل، مثال عليها الدلتويد مثلا، مثلا زي هاي الصوره بحكي لك هون. مرات مثلا على سبيل المثال، مرات انسان، طبعا كل حالات هذول كل شيء راح احكي عنه مثال عليهم البالسي، مرات واحد بصير معه على سبيل المثال شلل. حلو، هلا بصير مع انسان شلل، شو بصير معه للاسف الشديد؟ يتم استبدال النورمال تيشيو بفايبرس تيشيو. حلو، يعني المسلز التيشيو اوف ذا مسلز راح تستبدل فايبرس تيشيو، فبالتالي راح تصير في عندك ايش، بدل الطول الطبيعي للمسلز راح يقل، راح تصير في عندك كونتراكتشر. ماشي، هسه فاذا صار في عندك ابدكشن كونتراكتشر، يعني كونتراكتشن بابدكتر مسل مثال علم الدلتويد مسل، شو راح يصير منطقيا؟ تخيل ان هيك هذا الشولدر، هاي المنطقه هاي شدتها لتحت، هاي شو راح يصير في هاي الجزئيه؟ راح تطلع لفوق، فراح شو يطلع، يعني شو راح يعطينا؟ prominence of the superior angle of the scapula. ماشي، طيب لو فرضا العكس، الادكتر كونتراكتر الادكتر مسل صار فيها كونتراكتر، و I think انه صراحة هاي مسل اسمها الانفراسبينيتس مسل، I think تمام. هلا اذا صار في ذا كونتراكتشر بالادكتر مسلز، اي واحدة فيهم، راح يصير في عندك نتو بالانفيرير انجل اوف ذا سكابولا، شغله كثير منطقيه. طيب هسه احنا بنعرف كمان في عندك هاي ميد روتيشن، نعرف هاي نورمال ما علينا منها. هسه بحكي لك هون فرضا لو صار في عندك هون كونتراكشن، يعني كونتراكتشر من ناحيه اكسترنال روتيشن. حلو، يعني شو راح يصير في عندنا؟ بحكي لك هون prominence of the middle border of the scapula. وصلت؟ يعني في مسل مسؤول عن، مفروض مثلا شو تعمل لنا هاي مسل هيك، تسحب لنا هاي، تكون هاي الاوريجن وهاي الانسيرشن تاعها. مثال عليها اللي هي دي هاي external rotation، برضو مثال عليها الانفراس بانيتس مسل، عادي يعني ممكن تعملها. تمام، بتعملها مثال على هاي هي، لا سوري، مثال على السوبر سبانيتس مسل، سوري خربطت، ما علينا منها. هلا مفروض هاي الاوريجن وهاي الانسيرشن، مفروض شو يصير في عندك؟ تروح هاي لهون، لكن لو صار في عندك كونتراكتشر شو راح يصير في عندك؟ هاي السكابولا راح تطلع لبرا، راح تروح جهه، يعني جهه الاوريجن، جهه الاوريجن، فبالتالي فبالتالي شو راح يصير في عندك؟ برومينس بالميدل بودر اوف ذا سكابولا، يعني مفروض هاي هيك طبيعي، هيك طبيعي، لو كان في مصل وشدت هاي الشاشة بالسكابولا تطلع لبرا، فراح يصير في عندك برومينس بالميدل بودر اوف ذا سكابولا. الخلاصة من السلايد هاد، اعرفوا لي اذا صار في عندك ابدكشن كونتراكتشر بيعمل لنا برومينس بالسوبيريور انجل اوف ذا سكابولا، وصار ادكشن كونتراكتشر بيعمل لنا برومينس بالانفيرير انجل اوف ذا سكابولا، وصار برومينس، واذا صار في عندك اكستيرنال روتيشن كونتراكتشر بتعمل برومينس بالميدل بودر اوف ذا سكابولا. ويعطيكم الف عافية.